قدومي يكو حقيقة كو هذا يحس بقى معارض كي وضني مدن أحمد مومي سيد أو رئيسي ما تسييس عفضة هي وقارين وحو كديري حالة دا ودلك كو سوغين هاي وحانا وكوت المامي حكومة دا حس بقى كل مية متك لدادي سي دلك يددك هي حدود هي سوغنا وقتكي مدحويني وريا دار ريالك هين قدومي يكو حقيقة كو هاري ما هاتسيك هذا ينو عهد الذي سيكا مدها دلكي نسوغ اللان ما تحالتو كوچر مرحلة وكوچر انتاي مرحلة أتاك مقدن عالوه قبلية مامل ما تكجر ذلك من حمل السيرية من حملنا كلها وحكم مغطى دبع سنوات برضا يو محوهاي ما محمد عاد واللي تكم مغطى صوت أوحوي ذلك أول نقاب المنطقة ذلك يهاي يعب شو إنكم برضا الشعب قريص وما لا ما تكسويارية مجرم لو يعدوا إلا يو لسانات ما تشعب قريص وما لا ويعبنا يعني حكم عبنا وحوي دولدة oo haba yaraatee in waxa ay waxyaabahi dadka shacabka u baxnaayeen aan sideedan wada fulinaynin sababtoo ah waxa jira waxyaabo badan oo xuquuqda bilaadanka la martaa lagu tumanayo hadalkaysa ciidamo waxa ku soo beeray aalad iyo leedado inta badan hadalka seenay marka xafada guriyaha inay mas'uuliyinta waaweyn inta guriyaha banka la wada taleeyay xalab la saaro waa la xiray taasna waxa weeyaan waa tii dowladnimada Soomaaliya baabisay weeyay تطمع ما تطمع بعهم على تشولين إيوه إذا ما بعهم تطمع بعهم إن وحلقته أو وحلا ترى أو السود ويا ودولني ماذا وينك إذا تصب بعه هذا يوم السفر كان هوايا مجهود كتري اللي عاد الصومري وحين كم وقت تذكر عبر شبه ما تذكر اللي عاد إلى سير على الصومري تذكر دم ما وعبني وحك عبنا يان قاب كدولد ويا قاب تذكر ما ممكن ما راح يشوف قاعد ولا دعم ولا دعم يان تذكر صوت رأى hadii mid siir loo yaado kala marka qof soo socdo ama laba jir ha ahaado ama ma xasan tahay jir ama boqoliyo la tahay jir ha ahaado qof kasta wax lagu soo rogo in madaxiisa la cashuur dalka Soomaaliland meel ka jirto halka waxna kasta kala yaado waxna ka jir in madax dad kala cashuur ee dadka la cashuur ay wax joogana looma jaro ee looma sameeyo nidaam dawladeed looma marayo shakhsi qof wax laga qaadaya 26 kun Soomaaliland حدون هيسن يا طوال السبع دون هيسن إلا عبد النمضة يا كاتشوية حاجة صدمر ويلة أو سير قالوا يعدي سواء لون دحية لا سديد تشوف ما كذب جسر تام حاكل لي ما هيسن لي حلا تبقى كنا مكعدوا دعانا ككوري عوادي ما تبقى ما تذكر لو عيا هي قف الشرق إلى شرق هيسن بصورة سنة لو في سي ولا عاد في سالك هذا قف كان الشرق هيسن مواد كسمال لان تركي طريقة مريان insoo wajahay iyo duu meelaha kale ay inuu maran baahay markana ay marka dhibaato dadkaas waa dhibaato ugu dadkaasta waxaad afad ku jirtaa waa wax ay roodan ku jirtaa waxa kale tan dhinaca ay biyo laan badu ka jirtaa oo xeebo hoodan wax weeyaan aad biyo laan ugu jirtaa dawladda maanta Soomaaliland awood wax siisay inta u dhaxaysa burco iyo buurama wala bari iyo galbeed labada wax ay shaqeeyaan ما شاء الله الله بدنا نعكت حقن هي تتوقع عبيه وعوي وش عارف وح أوبا دور وح كلا يعني محوهاي وحيابي أس نورش أساس يقول كلا يعني تي أي شيء تاك عبلا يعني هي هذا نقول حلا وضري إن لعب تقولون لا إذن قاري با هكامري ولا حوي نوح تشاكتين أنا سفر جبت لك تكتي سفر كاسي محوه هذا دور بحنا قسيسه سفر جبت أنا كنت أنت سفر شخصي وأنا طنجارة وأنا عايش سوتي جبتي جبوتينا روتي ودلعين ولا لنهاي ودلعين ما تاني حيد ولا تني ما ينقد حيو وضد مرنا هالكن شوقة مرنا هالكن مسكوتينه وما تاني وطن كي كنا بنقويه وقا دم بدن تاني تري سفع بين بسوفش ضد بدن أيا رئيس مال لنا أمر هي أو ضلع أيا قبة دكتة لو خيا إن دن ما ضحد جبوتيو كلاين الأقولين إن لقد بس دكتة نحوها deegaan ka lugxaya bulshada oo aragtay adigu بسم الله الرحمن الرحيم arrinkaasi wax laga sheekeyaa wixii loo yaacay ka soo kale laakiin Djibouti maamulka Gordon in badan aan arkay wax lagu hayo hadalaya iyo wax lagu hayo ka soo jeeda ma jiro sida u tiina madaxweynaha Djibouti ma aha nin nabadeed sawta wax u tiina in ciidamadiisa uu dareey Soomaaliya amar u dareey xamro intaas inuu jirta وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
مدحوني النبضات وحويا وأنا ما أنت ومشا كتير أنا اللي تريمته إحنا نحن ما نصل ملايين ما صل من دولة سيسي أكله ولا تريمته أنا نقص حتى نصل نقرنا يمك حاجة جودها سمالنا تد بدر يمك واحد شري حرق لو قلها كعو لأن قط الصحافة أو لم يد إن يمك سنة خم جوده سأنت أي مريان إن حرق لو قلها كعو مدح واحد أركيسة مدح دي هر أو قريها لقلب حياة ولا حرية سيد وارك تعدو تعدية دا الحكومة دكوها يصدق كيا دك حرقة نقطة إن خطة شروع بين ولان هاي لكن الدستور يقولي هاي دول النبض ما عاد يقولين وحوي وإن لا إله وإن شرعي وإن دولة الرطة هذه دولة أي إله وإن شرعي وإن دستور طلع وحوي الإدلال اللي سوكر اللي شرته وحوي هذه للدون يو شخص إله حلو نظام بالله مريا وحين ولان محكمة محكمة الله مريا وأنا بالله سوق هذا يا تبي إنما وأنا كم محكمة دم كان الله سوق هذا قف جرجي سوا شرعي إن جرجي أنت لو أنت جرجي سلو لو تجو لو شيء ما إن وأنا كلا تصدق تبي إنها تجديده جرجي وأنا أقول على سوق هذا لكن هذا إمكان حاولنا إن أيضا أنت السؤال أن جرجي وصل دعاني قف كلا بحال وده ما تبغى ضمبر عكلا هذا إمكان إلا لبقف فكوا عرورة ومن لبس نجرا كلنتي هذا جريسو مرك جرجي لو دعتي أبيه لو جرجي أبوك لا كراعي كومادي عايكو بنتين عروتا يلا بيا عروه كو بنتين برا أنا كسوار النسيطرة وأنا المنطقة الحكومة ما ده شرتا الشعب كمنطقة إثار كدير بيا الآن تو هيسو تعدي قد ما تضبر هيسا باهي بدن تلك كجتو ودون كنا وانو دخل بورن لين إن هدم تعدي لو قدر وانا سيب دروي وحي دول دين كدو من دور شعب الشعبة صدح سنة دلك هيسطان صدح تاب سنة دلك هيسطان وحويا ونظام الدولي قاها أردن ماشا وكبحا وغلوما هذا مدحوين داير ريالي أما مدحوين عقال عبد الرحمن سو ودوه مركع فوطوها لكن مدحوين عقال داير ريال وحي ولي جيهم وحي ريال كتاقي دل نبضة يدد نبضة يحضو دا السوق مكتاقي حتى وحي يمكن مجران كيبي قيقوا يسوى الله لابطي وحاسوا ممنوع دويد السيراي ويقل لفتي دوسكو هوغن اسكو فورتا وحسب يجي تلاد هيا كيسان جميتلا يستمتع لكم مرايا isaysiga xisbiga talada haya waxay keenaysa waxay weeqaysa wax qabadka shacabka sababtoo ah campaign kasto oo xisbiga gudiisa uu galo dhaqaale burbur baa iyo dawladda ay dawladdu ay lacab kaga baxaysa tabina wax shacabku wixii shacabka loo qaban lahaa wuxuu ku baxayaa nabadaynta iyo isku keenka xisbiga gudiisa uu baayo fiin ma dhicin xisbiga talada haya saaso kale uu burburo taasina waa nasiib darro manina jiraan oo xisbiga soo burburo waxaan doonaynaa in xisbiga soo oo nabada oo shaqeynaya inaanu waxaan aad iyo aad ugu tartaalayaa dawladda maanta jirta siyaasiga madaxweynaha ka yahay in dadka Soomaaliland bari la galbeen way caabanayaan in dadkaas in dadka dawladdu inay dadka ixtiraamto in dadka soo inay dadka raali geliso in dadkan waxay ka caabanayaan la weydiiyo in dad qabaa'iladan wax laga saabur ay la xirin gaabo dadkii wada degnaa walaalahaba iyo guux badan ka jira guuxa waxa uu soo dawladda wali ma yidhaahdin halkan waxaan ugu leeyahay in dikida magaca aan lugaymka dib ugu noqono diidan baan ugu leeyahay wax dhibaato ka dhahay ma jirto waa dad walaala waa uriya diirkeed waa dad ay ka dhaxayso walaaltinimo waa dad dal ka dhaxeeyo waa dad mana jabtiwada jooga mana boormowada jooga wax iyo wax dadka ka dhaxeeyo walaaltinimo ma jirto taadinka dadan kugu noqdo nolosha bilaadanku dadku xumaad u baahan yahay in loo abuuro nolol buu baahan yahay nolosha waxa ka bilaabanta dikida waxa deegaamada dhulka dad badan ba soo iyo qaxootiyaha soo digi in dikidii loo kaloomayso ku faafan looga sameeyo cid ka soo horjeeda ma jirto dadku waxa weeyaan wax u baahayn nolol abuur bay maato u baahayn ma baahno maanta in dadka dagaal loo kariyo hadii aad aragto dadka halka jooga xurunka ku nool si ilaahay loo hayo dhacaysa waa dadka jabuuti ilaa hafa sokorti hafka bariis qalo soo dilay waa dad walaala waxa wax ka dhacayaan ma jirto halkaa marka dadka hal walaalayo dadka la isku soo dhaweeyo dadka sidii wax loogu qaban lahaa ee dadka wax loogu tari lahaa ee dadka horumar loo gaarsiin lahaa dawladda maanta jira waa in ka fikirto in laakiin dadka ay madax la isku galiyo guntiye gunaanadkii maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer Soomaaliland bulshada reer Soomaaliland waxa ugu baaqaya in la ilaaliyo midnimada iyo qaranimada Soomaaliland mar walba shacab reer Soomaaliland waxa ugu baaqaya in nabadda ila aslan xukuumadda iyada lifteeda waxa lagu baaqayaa inay shicibka dhegaysato oo waxa ay ka cabanayaan ay aragto maxamed bilibili hadwanaag news magaalada boorama